اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة اللبنانية بيروت يوم السبت، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة بشكل عنيف، ما أدى إلى مقتل شرطي واحد وإصابة 238 آخرين على الأقل. هذا وقد تجمع الآلاف من المتظاهرين في وسط بيروت في نفس اليوم احتجاجا على الانفجار الهائل الذي وقع في الميناء في بيروت وفساد السلطات. أظهرت لقطات فيديو لمحطة تلفزيون محلية أن المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة عند محاولتهم دخول المنطقة التي يقع فيها مبنى البرلمان اللبناني، وقد ألقى المتظاهرون الحجارة والقنابل الدخانية وغيرها على الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. واقتحم بعض المتظاهرين مباني وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة الاقتصاد ووزارة البيئة، وأحرقوا مركبات ومباني. وفي اليوم نفسه أرسل الصليب الأحمر اللبناني ما لا يقل عن 23 فريقا طبيا إلى موقع المظاهرة. هذا وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في نفس اليوم إن النظام السياسي والمالي والإداري في لبنان في حالة انهيار، ولا يمكن التخلص من الأزمة الهيكلية في البلاد إلا بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وأضاف دياب أنه سيبقى رئيسا للوزراء لمدة شهرين، معربا عن أمله في أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق في هذه الفترة.